السادة وسيدات المشاهدين، احنا متواصلين معاكم، لكن خلونا نشاهد فرحة الأسرة مع توفيق الطيب البشير، ومن ثم نواصل. بلد رجع البلد بعد السنين المرة، يا دوب العيون العيون سهر هجر. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الأعزاء في كل مكان، لكم التحية الآن من جبرة، احتفائية سعيدة لأسرة تفرح في هذا المساء وفي هذا اليوم بالدكتور الأستاذ المفخر السوداني الدكتور توفيق الطيب البشير. هو اقتصادي سوداني معروف وأستاذ وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هو مدرس الاقتصاد والعلوم الإدارية، وهو أيضا مؤسس والمشرف العام على موسوعة التوثيق الشامل، هي موسوعة مفخرة لكل السوداني ولكل من هو وثق له في هذه الموسوعة. إذن بداية نتعرف على الدكتور، مرحبا بك دكتور عبر برنامج بيتنا، وسعيدين كما هي الأسرة سعيدة بزيارتك للسودان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونشكركم كثير على السانحة الطيبة اللي جمعتنا معاكم ومع إخواننا مؤسسي موسوعة التوثيق الشامل. يعني الحقيقة يمكن في البداية سعادة لا توصف، إنه الواحد يجد نفسه كل ما يجي السودان بين أهله وأقاربه وبين الناس اللي بيدعموه. يعني نحن دائما لما نتكلم عن موسوعة التوثيق الشامل نتكلم بمفخرة كبيرة جدا، لأنه بعد توفيق الله عز وجل يعني كان في تضحيات كبيرة من مجموعة كبيرة من أخواننا ومن زملائنا ومن أصدقائنا ومن الهواة والمحترفين في إنهم يبرزوا هذا العمل الكبير جدا اللي نحن بنعتبره كان في حكم المعجزة للشعب السوداني، وهي مفخرة حقيقة، لأنه نحن لا نزال لنا 4 سنين نشتغل في كمؤسسة خيرية الهدف منها يعني حفظ هذا التراث ونقله ونشره للعالم من حولنا. يعني وفعلا أدى ثمار طيبة، إن شاء الله ربما نجيبك على بعض تساؤلاتك حول هذا النقاط. إن شاء الله. دكتور توفيق الطيب البشير، أنا باسم كل المبدعين في السودان أشكرك على هذه الموسوعة، الموسوعة الكبيرة التي هي مفخر وحفظ للتراث السوداني وللهوية السودانية، ولك التحية. ونحن دايرين نعرف من وين جات البداية بتاعت التفكير في الموسوعة، لكن بعد ما أحيي كل الحضور من المشرفين ومن المهتمين بالموسوعة لهم التحية ونتعرف عليهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عوض كرم الله علي ضيف، وأنا سعيد جدا أن أكون ضمن هذه المجموعة الطيبة والوجوه النيرة. كمال محمد خير أحمد، والواحد يعني سعيد حقيقة بالمشاركة في هذه الاحتفالية الجميلة. وعن الموسوعة، الواحد بيقول إن الموسوعة دي موسوعة ممتازة ومواكبة، وهي يعني عبر النت. محمد خير عوض الله، سعيدين بهذه الجلسة وبحضور الدكتور توفيق الطيب، وجزاه الله خير كل ما يجي بيجمع الأهل وبيجمع المعارف وبيجمع الموثقين. محمد الحسن عبد الله، يعني أنا سعيد جدا بتشريف هذا الإخوان لي في منزلي، وأنا أشكرهم وأشكر الأستاذ الدكتور توفيق الطيب، وشكرا له ونورنا كثير. عبد الحميد عبد الله فضل الله، الشكر كل الشكر للأستاذ الدكتور توفيق الطيب البشير الذي جعل هذا اللقاء ممكن. سليمان أحمد عبد المجيد، حقيقة نحن سعداء جدا بالجلسة مع أخونا دكتور توفيق الطيب، وزي دكتور توفيق ما قاعد يجمع التوثيق ويجمع المعلومات، لما كل ما يجي في زيارة هنا برضه هو بينجح في إنه يجمع الأهل والأصدقاء، وشكرا له وشكرا لكم جميعا. ياسر محمد عثمان عباس، طالب ماجستير من أصدقاء الأسرة. محمد عثمان عباس، سعيدين جدا وتغمرنا فرحة غامرة بوجودنا اليوم في معية الدكتور توفيق الطيب البشير والأسرة والفرع عامر، وإن شاء الله جلسة طيبة بإذن الله. سامي معالي الطيب البشير، نؤكد سعادتنا بكل الحضور ووجود الدكتور مؤسس الموسوعة بيننا، ومزيد من الإبداعات على مستوى التوثيق إن شاء الله. الفاضل محمد خير، مراقب موسوعة التوثيق الشامل، وحقيقة ربنا سبحانه وتعالى من كرم وجوده يعني وهب لنا توفيق وخلاه من الأهل ومن الأسرة،
وتوفيق من الناس الذين الله سبحانه وتعالى خصاهم بميزات كثيرة، فأينما حله ترك أثرا طيبا، وله التحية ونحن سعداء بوجود اليوم بيننا. عبد الحميد عبد الرحيم عبد الكاشف، سعيد سعادة لا توصف بوجود الكوكب النيرة وبقيادة الدكتور توفيق الطيب البشير، ربنا إن شاء الله يديه مدد بلا عدد زي ما بيقولوا أهلنا في المسا الساكت. وحقيقة فخر ما بعده فخر، التوسيق الشامل نسأل الله إنه ربنا يكرم الغايمين على أمره. عبد الوهاب محمد محمد خير، عضو موسوعة التوسيق الشامل. احنا اليوم اكثر سعاده صراحه بنكون يعني مع الاخ المؤسس دكتور توفيق الطيب البشير، وان شاء الله باذن الله ربنا يبارك له ويوفقه ويحقق كل الطموحات التي يصبو اليها في هذا الشان. عبد الرحمن محمد عبد الله، سعيد جدا والله بحضور هذه الجلسه، واتمنى التوفيق ان شاء الله للدكتور توفيق ولاعضاء توسيق الشامل ان شاء الله. دكتور، بعد ما تعرفنا على الحضور من الأسرة الكريمة ومن المهتمين بهذه الموسوعة، نتعرف على الموسوعة عن غرب. يعني الموسوعة دي أنا كان دخلت الموسوعة عبر الانترنت، بجد فاشني في الصفحة الرئيسية في الموسعين اليوم في الأقسام، نتعرف عليها. موسوعة التوثيق الشامل هي حلم قديم، يعني توج ونفذ وأثبت نجاح بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الإخوة اللي يمكن الموجودين دي الجزء كبير منهم أعضاء ومراقبين وموثقين. وهو فعلا في البداية يمكن حلمي يمكن كان بيراودني من أنا طالب صغير، كنت أشوف إنه نحن في السودان ما عندنا يعني اهتمام كبير حقيقة حتى كأفراد بما نقوم به من إنجازات، سواء كان في مجال الشعر أو في مجال الأدب، وحتى للأسف الشديد في مجال الطب والهندس تروح الجهود ضخمة جدا ويموت علماء ما يعرفهم إلا الناس القليلين اللي درسوهم أو حاطوا بهم. وحتى على الصعيد القروي والريفي عندنا نحن عشرات المئات بل الآلاف من المبدعين، من الظرفاء والتجار ورجال الأعمال والعمد والمشايخ وزعماء القبائل، عندهم تاريخ ناصع جدا يموت معهم. نحن في الحقيقة لما جينا عشان نشتغل على المجال ده كنا حريصين إننا نبدأ بغير المشهورين، لأنه حقيقة المشهورين وجدوا نفسهم من الإعلام غصبا عنهم، برضو هم ما كانوا حريصين. يعني مثلا تمسك واحد زي البروفيسور محمد هاشم عوض رحمه الله، وهو أستاذي في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، الرجل هذا عنده عشرات البحوث ماتت معه، ما عنده ولا كتاب الآن موجود في السوق. حتى على مستوى البروفيسور عبد الله الطيب ما في كتب، ما في شيء موجود في السوق. فنحن ما قاعدين يعني نهتم بالشكل الكافي بمنجزاتنا ولا بأدواتنا ولا بإبداعاتنا. فعشان كده نحن انطلقنا من الموسوعة لأننا نبدأ هذا المشروع ونسعى لاستكماله بأي شكل من الأشكال، حتى يصبح السودان منارة وهو كذلك للسودانيين مفخرة ولغيرنا من الذين يحيطون من حولنا من عرب ومن مسلمين وممن يقرؤون العربية. تحية لكل الأسرة الكريمة، إن شاء الله دائما موجودين في وجود الدكتور توفيق الطيب البشير، ودائما ملمومين في الخير، ودائما ملمومين من أجل رفعة الوطن والتوثيق لكل المبدعين في هذا الوطن الجميل. دكتور توفيق، نرجع لك ونسألك سؤال مباشر. يعني في عدد من المنتديات وعدد من المواقع هي توثق للإبداع في السودان، لكن ما يميز الموسوعة عن البقية؟ يمكن نحن أكثر ثلاثة أشياء رئيسة ممكن تميزنا على غيرنا يعني في هذا الإطار ممكن نقوله. يعني طبعا نحن شغالين على نفس البرنامج اللي بيشتغلوا به الناس في المنتديات العامة، والمنتديات طبعا عندها يعني أنواع كثيرة، في منتديات اجتماعية واجتماعات بتاعت الأهل الأصدقاء الفنانين الصفاقين الشعراء، لكن نحن أخذنا نفس الوعاء. بس يمكن حقيقة ما يميزنا يمكن ينطلق من ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، نحن من البداية رفعنا شعار الكلمة الطيبة صدقة، وده حديث نبوي شريف خلى أي واحد يتعامل معانا دائما يضع في اعتباره ونصب عينيه هذا الحديث، يعني يدخل معناها حيقول كلام طيب أو ما يدخل.
النقطة الثانية، المنتديات اشتهرت حتى خارج السودان بأنه أي واحد بيجي يعمل اسم مستعار وبعدين يكتب زي ما داير. نحن من البداية جدا منعنا أي اسم مستعار، ودقيقين جدا وحريصين أنه ما نفعل شخص إلا يكتب اسمه الحقيقي. نراجع الإيميل ونراجع رقم التلفون والكتاب وأشياء كثيرة نستدل منها على الاسم. لذلك 5000 عضو اللي معانا الآن كلهم بأسماء حقيقية، ودخل التوثيق له هيبة وله مصداقية. أما النقطة الثالثة وهي في غاية الأهمية، أننا نحن حريصين كل الحرص على أنه أي معلومة نوثقها نحرص على أنه وين المصدر حقها وبنشير له، وبنكون أمينين جدا في نقلنا أنه والله المعلومة دي من المكان الفلاني، وبالتحديد حتى ولو بصفحة أو بعدد من الصفحات تذكر كلها. هذا يمكن تقريبا أهم شيء نحن نعتبره أنه أدانا يعني على الأقل ميزة نسبية على ما هو موجود. سلام أستاذ محمد، الله يبارك فيك. سلام عليكم سلام جديد طيبين، بارك الله فيك. سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة لفيت شو الحوال حبيك، تفضل 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 حييكم يا تفضل. سلام عليكم. الآن العديد من الأهالي وعديد من المعارف انضموا إلى هذه الجلسة ترحيبا وتأكيدا للفرحة بحضور الدكتور توفيق الطيب البشير. الآن نشاهد السلام السوداني ونشاهد الأشواق السودانية بعد انضمام العديد من الأهالي لهذه الجلسة الطيبة، ونلمح الأستاذ الفنان المبدع ابن الشمال صاحب النغم والطنبور الجميل الفنان محمد جبارة الذي سوف يغني إن شاء الله في هذه الجلسة وفي هذه الفرحة لهذه الأسرة بحضور الدكتور توفيق الطيب البشير. محمد الحسن عوض الله، طبعا منطقة الأراك، وأخ أصغر وصديق للدكتور توفيق الطيب البشير. حقيقة اليوم الواحد سعيد جدا، منذ فترة يعني طالت لم نلتقي بالدكتور توفيق، وهذه سانحة طيبة ومباركة في هذه الأمسية الجميلة. كما اعتدنا واعتاد الأهل يعني والأحباب والأصدقاء والزملاء للدكتور توفيق، وهم كثر، أن ينتهزوا مثل هذه الفرصة كلما يأتي في إجازة من إجازات الصقيرة، أن نحتفي به، والاحتفاء به في حد ذاته يعني قيمة كبيرة جدا، لأن الأهل يلتقوا والمعارف. انت ما نسمى في هجير، انت ما راح تبيه. دكتور توفيق، مشاريع مستقبلية للموسوعة، وهي الآن أنا من خلال حديثك عرفت أن هي وسقت للعديد من المبدعين. نحن وسقنا طبعا ل 2150 مبدع حتى الآن، وقدمنا حتى الآن 120 ألف مساهمة توثيقية، يعني عندنا 120 ألف مادة توثيقية. والآن نحن نشاهد من 175 دولة، ويشاهدون بواقع 200 شخص في الثانية، يعني عشرات الملايين حتى الآن اطلعوا على الموسوعة. لكن نحن حقيقة نطمح إلى أمرين في المستقبل. الأمر الأول نكمل هذا المشروع، يعني السودان، أنا كنت بقول إن السودان لو فيه 40 مليون نسمة فيه 40 مليون مبدع بصورة أو بأخرى. الشعب السوداني كله مبدع، نحن حنستمر كده إلى أن نموت، لكن يأخذ المشروع ناس من ورانا ويستمروا إلى أن يبرز هذا الإبداع كله. المشروع الثاني في المستقبل إننا نحن دارين ننقل الموضوع ده من الأثير إلى الواقع العملي. يعني إحنا بقينا الآن نجري لقاءات ونجلس مع ناس كبار علماء في مجالات مختلفة، ونأخذ منهم معلومات وندون ونوثق ونصور وننزل في الموسوعة. فالمستقبل حيكون لهذا الواقع العملي، إنه بقدر ما نستطيع، بس طلبنا إنه يعني يساعدون الناس بقدر المستطاع لاستكمال هذا المشروع. نقول مساء النور والسرور على السادة الحضور وعلى رسوم دكتور توفيق الطيب البشير. حقيقة نحن اليوم يعني سعيدين بأنه جمعتنا الظروف مع دكتور توفيق، ممكننا نتواصل.